فلاش الكان على أنفاس بريس، أهلا بكم. تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية على حساب نظيره الجنوب إفريقي خلال ضربات الترجيح بأربع ضربات ناجحة للفيلة مقابل 2 للبافانا بافانا. انضم منتخب الكوت ديفوار إلى منتخب نيجيريا في نهائي هذه البطولة القارية بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف من توقيع سيباستيان هالر. وحسب تقارير صحفية مصرية، فالاتحاد الإفريقي لكرة القدم استقر إلى إسناد المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية للحكم السنغالي عيساسي في انتظار الإعلان الرسمي. وستلعب مباراة نهائية النسخة 34 من الكان مساء الأحد 11 من فبراير 2024 على أرضية ملعب الحسن وترى بالعاصمة الإيفوارية أبيجون. كانت هذه آخر مستجدات الكان. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.